السلام عليكم. ممكن يكون عندي بعض العناصر temporary، يعني المفروض تبقى موجودة في وقت معين وبعد كده تختفي. وليكن مثلا السيارة ديت، فهقول له هنا أنا عايز أضيف تاسك. التاسك دي هيبقى نوعها temporary، وأسمي دي مثلا كريم مثلا، وأقول له أعمل لي attachment للمعمول لسلكت، وأضيف تاريخ وليكن مثلا ماشي من هنا، أخليها بدأ 28، خليها مثلا إيه 2. طيب وبرضو عندي الريكيرين دوت، هقول له أنا عايز أضيف لك تاسك معينة. وأضيف له برضه تاريخ مشابه، وأقول له إن ده تمبوري، وهقول له التاش كرنت سيلكشن، وأبدأ أشوف السيموليت. هتلاقي إن هما ظهروا بلون أصفر لأن دي حاجة مؤقتة، وأول ما يخلص هو يختفي تلقائي. وده نقدر نتحكم فيه من هنا، اقدر اختار اللون اللي انا عايزه، مش لازم يلو. وبعد كده لما بيخلص هل يظهر بشكل طبيعي ولا يختفي، وهكذا تقدر تختار في اللون ده.